جتني حالة أمس، يعني شو هالعلاقة اللي فيها مشاكل بعدهم ما في عيال، وكلها مناقشات حادة حتى في فترة الخطوبة، وما في مكالمة إلا هو يغلط عليها وهي تغلط عليه، وتوصل مرحلة إن يسكرون التليفون في وجه بعض، ما يعني ما في احترام لبعض، أو أن بس والله إني أحبها، والله إني أبعد أنا أحبها. أيوة شو هالحب النرجسي اللي فيه كله عنف وفيه كله تحكم وسيطرة؟ الحب يا جماعة إضافة، المفروض الحب يدعمني، المفروض هالعلاقة هاي تدعمني إني أقدر أكمل أهدافي في الحياة، لأني أنا لي سر وجود في الكون، وسر وجودي في الكون إذا في طاقات جميلة إيجابية محبة، طاقات يعني ترفعني وتضيف لي وتدعمني للأمام، هذا اللي أباه. لكن أنا شو الله كالفني رجل أو امرأة أني أكون في علاقة سامة، علاقة جرني تحت، علاقة ما تخليني دائما أفكر طول الليل، أنسى أهدافي، أنسى أهلي، أنسى عيالي، أنسى كل شيء، عشان شو؟ يا جماعة إذا أنتوا في علاقة مثل هذه وما في عيال، لازم تراجعون هاي العلاقة، ضروري ضروري، لأنه مو بحي